على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي وصديقي العزيز. أهلا 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 يا أستاذ يوسف. النهاردة يوم المصريين على فكرة. أنت سهران، أنت سهران زينا يا إسلام، أنت سهران زينا يا إسلام وقاعد عمال بتتابع. طبعا بتابع الحالة، لأن هي حالة غير مسبوقة أولا، ثانيا أشعر بفقر شديد جدا. يعني المصريين أغلقوا كل الأبواب على كل المشككين وعلى كل المتربصين واللي بينتظروا فرصة يعني للنيل مننا أو تشويه صورتنا أو تزييف الوقت. المصريين بصراحة يعني ضربوا مثال في الوطنية كعادتهم وقت التحديات والأزمات. ده صحيح، المصريين بيحموا وطنهم يعني. طب خليني هسألك على سبيل المثال، قلت لي أنا أتابع بمنتهى، قلت لي إيه، بمنتهى الفخر صح كده المشهد طبعا الحالي. ليه تشعر بهذا الفخر يا إسلام؟ يعني أولا يا أستاذ يوسف، يعني لم يحدث، يعني أنا وحضرتك بنتابع الانتخابات من سنين طويلة قوي، من أول ما بدأت التعددية الانتخابات التعددية الرئاسية والانتخابات البرلمانية. صحيح. قد يكون مفهوم الإقبال في الانتخابات البرلمانية وحشد النائب في دايرته سواء عن طريق يعني خدمات، عن طريق العوائل، يعني عوائل العائلات وكبار القوم وله نفوذ وكذا، لكن الانتخابات الرئاسية مسألة مختلفة تماما. وبالتالي يعني الحضور الكثيف اللي حاصل ده للمصريين هو بالتأكيد انتخاب للوطن. صحيح بنختار مرشح رئاسي بنثق فيه وفي إمكانياته وفي قدراته وإنه يقود مصر إلى الأفضل إن شاء الله، لكن أيضا هو انتخاب للوطن، انتخاب لمواقف مصر في الأيام الماضية، وقوف بجانب مواقف مصر اللي أخذتها ضد العدوان ولحماية الأمن الصوت المصري. احنا بنعلن للعالم كله إن عندنا تحديات اقتصادية، لكن احنا ايضا عينينا على الامن القومي وضروره حمايته، واحنا يعني احنا حريصين على ان احنا ندلي باصواتنا، لان دي الضمانه الوحيده لشرعيه الرئيس القادم ودعمه في مواقفه اللي هيتخذها والتحديات اللي هتواجهه وهتواجه البلد وهتواجهنا كلنا. فكلنا نزلنا من الساعات الاولى، من الساعه الاولى يا استاذ يوسف في لجان، يعني عايز اقول لحضرتك طوابير وغير مسيسين، يعني مصريين عاديين جدا، أسر مصرية، الأسرة المصرية كانت البطل في المشهد، الابن والابنة، الشاب والشابة، الأم والأب، يعني في حالة مختلفة، في حالة بهجة، حالة تحدي، في حالة من الوعي والنضج والمسؤولية عند المصريين. بصراحة احنا لأول مرة نشوف هذا الزخم، وبيخلينا نسترجع ذكريات العظيمة في 30 يونيو والاصطفاف الوطني لما استشعرنا كلنا الخطر على البلد. هو نفس المشهد يا أستاذ يوسف. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا إسلام، استمر في متابعتك وإحنا هنستمر برضو في المتابعة، وأتوقع أنا ممكن أكلمك في أي وقت برضو ما تنامش يعني.